لما نتحدوا على شبيبه الثوره نشوف المرتبه اللي راهي اليوم راهي في المرتبه السادسه، مازال 4 جولات وكل لعبوا حظوظنا من اجل يعني الظفر بمراتب يعني المتبقيه 5 ولا 6 ان شاء الله نقعدوا فيها الديناميكيه. وفيما يخص يعني ايجابيا فريق الرديف يحتوي على لاعبين متميزين اللي قدروا يقولوا كلمته الموسم الجاي ان شاء الله، ولما لا نسوقه حتى لاوروبا كما سوقنا به للمسعودي، ان شاء الله نعاودوا نسوقوا لاعبين اخرين كما بركات، كما تشوف علاوي، كما عرقوب، كما بالهاشمي، كاين لاعبين اللي عندهم مستوى ان شاء الله ينجحوا معنا، وان شاء الله مع الى كان ممكن وتفوقنا الاتفاق مع فؤاد بوعلي باش يزيد يكمل المسيره تاعه كما صرنا مع نبيل نغيز في 2017 وين شد الفريق في المنتصف الاخر وقدرنا نحصلوا على المرتبه الثانيه، وكان الاستمراريه تاع المدرب وين خلانا نلعبوا ادوار متقدمه في البطوله وحتى تشريف في رابطه ابطال افريقيا. احنا عندنا يعني كما يقولوا الخبره ودرايه بكل يعني الحيفيات نتاع النجاح. ان شاء الله شبيبه الثوره تأدي الموسم موسم مليح، وهذا العام والله يكون كان الفار لكان شبيبه الثوره في المرتبه الثانيه ولا حتى في البطوله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.